والمخرج. انت وحسين فهمي ورغده كيفن؟ حسين فهمي ورغده وصابرين كيفن؟ يجننوا طبعا، نجوم كبار جدا وعظام جدا، تعلمت منهم حاجات كتير قوي وانا بشتغل. رغده دمها خفيف، والناس يعني ما اعتقدش ان الناس عارفه رغده في الحقيقه كويس. رغده دمها خفيف وبتهزر كتير جدا ان لوكيشن. صابرين، انا عندي اوبسيشن بصابرين اصلا، اوكي. This was the first time اشتغل معاها، فانا اصلا اول يوم داخله بقول لها انا مبسوطه قوي ان انا معاكي، قالت لي ماما كلنا مع بعض حبيبتي مش كده؟ قلت لها لا انت مش فاهمه، اصل هي بالنسبه لي يعني انا اي لاف هير اي ادور هير. البرنس حسين فهمي، هيز ا برنس، ذس از واي انا دايما اقول البرنس، لان هو برنس في طريقته، في كواليسه، في معاملته مع الناس، وطبعا يعني مش هتكلم على القيمه الفنيه لكل واحد فيهم يعني.